انا بحب واحد واحد الشعب، انا والشعب الفقير الغلبان قبل الغني وقبل المتوسط. والثوره دي ثوره شعبيه وهنسميها شعبيه، وهنستمر متصدمين لحين المطالبات الشعبيه. الحمد السلطان الامريكي، الشعب ده من الامم النادره في الذكاء، الفراعنه اللي بنوا هذه الحضاره، والحضاره الاسلاميه بنوا حضاره عظيمه. الشعب اللي حافظ على تراث البشريه وراث اهو ينحف فيه 7000 سنه، علمنا الناس القرايه والكتابه، كانوا جهلة واميين. نظام الصراع على الدول الامريكيه في العالم، علماء اجتماع من كل العالم، نماذج من العالم، من امريكا ومن اوروبا، اتصلوا بيا وقالوا لي هنا وقالوا لي يا صلاح احنا مهتمين جدا بدراسه هذه الثوره، لان احنا بطلنا نذاكر ما تم تطبيقه في علم الاجتماع السابق، لان الثوره المصريه هتخلينا نفكر بطريقه جديده، لان احنا عندنا فكره على مصر، ان مصر اتخذت قرار تاريخي مرفوض بتغير مسار البشريه. هذا الشعب العظيم اللي هو عنده قدره غير طبيعيه على الاقتصاد غير المباشر، نبقى كلنا واقفين وبنفكر في حاجه واحده. انا في الكره الارضيه سافرت قعدت 22 سنه الف العالم مرتين ونص، نروح البلد مره واثنين، اوروبا، امريكا، كندا، اسيا، افريقيا، دول عربيه، كل الدول. لما ترى في حياتي عندها هذه القدره على الاقتصاد بطريق غير مباشر، وكاننا عندنا كل واحد على سلكي مع رادار، الشعب اللي عنده رادار، والله الدليل على كده اهو كام ورقه. انا منطق وانا عارفين انا مقفلين الاغلبيه، محدش بيسال في بيكلفونا، قاعدين في الميدان وبيشوروا طولتنا، لكن بيجي لنا اخبار وكاننا لو عاملين طريقين مش هنقدر نوصل لهذا المستوى. ادي الشرقيه وادي اسكندريه والمنطقه القادمه، فلذلك لابد ان نتطوع في هذه الفرصه، اياكم تفوتوا الفرصه دي، تمسكوا عليها، لان لو باظت هذه الثوره او لو انتوا اتفككتوا او لو حد ضحك علينا ومشانا ورا اي شعار مش هترجع تاني، وهيرجعوا يضربونا بالبراطيش اكتر من الاول. ومش هيمشوا طارهم معاكم لما يتضربوا في كده مرتين. اللي بيقولوا علينا عملاء، طيب اللي بيقولوا علينا عملاء، عملاء 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 بقى اهل العملاء بقى هي حصلت ان الشعب الفقير في الشعب يقعد معانا على القهوه. الشعب المحبوب اللي بيقولوه اقول لكم على حاجه، انا ليا راي، ليا راي شخصي وبكره هتشوفوه. كل يوم جديد، كل يوم جديد الناس دي هتنهار وهتخرب ولسه هتخرب. انا لما طرحت شعار عز مجلس العسكري اللي انت مش متوقع، انا قلت لهم انتظروا عليهم، والله هو يومين ثلاثه بتجيله اربعه وهفرجكم عليهم عاملين ازاي. الكلام النهارده امبارح النهارده الصبح الزملاء اللي معايا واحنا بنحضر ده بعد ما جمعنا الفلوس، ومن عبقريه هذا الشعب الناس وقفوا حوالينا، لان كنا بنقعد على بعض المنصات معرفش بقى المنصه دي تبع مين ولا ده تبع مين، يقعد لنا السلم وده يدخل واحنا بنتكلم يقول كلام وده واتبهدلنا وتعذبنا واتبهدلنا. فقلنا يا اخوانا عايزين حل، فقلنا يا اخوانا قالوا لنا نقول لنا نتصرف نعمل لنا منصه باسمنا باسم الشعب، مش تبع حزب ولا تبع حد، تبع الناس الغلابه، الناس والله والله هذا الشعب العبقري، الناس اللي حوالينا والله في ثلاث دقايق ادونا 1000 جنيه، من البدايه من 100 جنيه و200 جنيه ل
بغاية 3 جنيه و5 جنيه، وفي ناس بالقروش، وفي واحد كان معاه 175 قرش ادانا 75 وبقى له جنيه عشان يرجع بيه، والناس قالوا يا حرام وكلهم كلهم لاحق لان القرش دي توليته رمز للمشاركة. فبقول لكم احموا الثورة بجسمكم وبعقلكم وبروحكم واؤمنوا بيها. وبعد ما هشيل المجلس العسكري المكلوع، المجلس العسكري المكلوع، تدريس المكلوع، هنشكل مجلس مدني يحكم الطالي يدير شؤون البلاد طريق اللي احنا بنحسبها. لما هنشكل هذا المجلس هنشكله هنا بالاجماع، كلنا هنجمع عليه، ولما نجمع عليه هيجي احنا في اليمين هنا بالميدان بدل على اسام شرف. ربنا ينفع عنه لانه غلبان ولا ليه نفع، وانا رايي ان هو وحيد في دي تبارك مكان شرف. هنور على قضاة ونيابات شريفة تحقق. لا يعني انت كل كل 6 شهور دي قاعد بتحرص ايه؟ عمل ايه؟ شوفة كنت قاعد بتحرص ايه؟ بتساعد بيساعدوا لا بيساعدوا الناس على تهريب الفلوس وتنظيف الاوراق وتهريب الاسعار. احنا مش شايفين، احنا بنستكفي، احنا طيبين وبنا طويل.